الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن رب العزة قال في كتابه الكريم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيها للعلماء وجهان، أحدهما الذي يعنينا في مقامنا: ما كان المؤمنون لينفروا مع رسول الله في القتال كلهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم من كل بلدة طائفة خرجوا مع الرسول في القتال وفي الغزوات. لماذا خرجوا مع الرسول في القتال وفي الغزوات؟ قال تعالى: ليتفقهوا في الدين، أي يتعلموا من رسول الله أمورا في سفره، يتعلموا من رسول الله حكما وغايات في سفره وهم معه، فينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أحببت أن أخذ من هذه الآية شيئا، وهو أن مغازي رسول الله وسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كم هائل من الحكم والغايات والفوائد في التوحيد أحيانا، في العقيدة أحيانا، في الآداب أحيانا، في الفقه أحيانا، ففيها جملة عظيمة من الفوائد. فلذا يلزمنا أن نقف على هذه الفوائد، بل ويصدر بطالب علم نبيه أن يتناول الغزوات والفوائد منها، الفوائد من هذه الغزوات. فابن القيم ذكر على سبيل المثال، وهذا لعله فاتنا ولكن يمكن الاستدراك إن شاء الله، ذكر كما هائلا من الفوائد التي استفادها المسلمون من غزوة بدر. ذكر ابن حجر رحمه الله كما هائلا من الفوائد التي استفادها المسلمون من حديث الإفك، كانت في غزوة والرسول راجع. ذكر ابن حجر أيضا والنووي وغيرهما كما هائلا من المستفاد في غزوة تبوك وقصة كعب بن مالك، أعرف أنك تحبه، وفوائد هائلة من حجة الوداع لرسول الله، وفوائد عظيمة من غزوة حنين، فوائد تنفعنا في ديننا وتنفعنا في دنيانا. فهذه الغزوات تحتاج إلى شخص ذكي مجتهد في التخلص من المعاصي، صافي القلب، متخفف من الآثام والأوزار، يمعن النظر فيها في وقت طاعة وبر، وقت بعد عن المعاصي والزلات، ويستخرج الكامن في هذه الأشياء. فهي فوائد تنفع المسلمين في تصرفاتهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فليس في كل مرة المطلب مثلا القتال، لا، أحيانا يحتاج الأمر إلى تؤدى. ما مرادي من القتال؟ إذا كان مرادي سيتحقق بدون قتال، سيتنزل قوله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال، قبلها: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. فإذا إغاظة الكفار مطلب،
هم أتوا للقتال لكن أنا فوتت عليهم فرصة القتال. فمثلا قد تكون هناك دولة كافرة تتمنى أن يصدر المسلمون الذين فيها مشاكل وأن يقاتلوا بل قد تفتعل قضية كي تجرهم إلى قتال، قد تفتعل مشكلة تجرهم إلى قتال حتى تتزرع بذلك لإبادتهم ومحيهم تمام. فلا يكون من الحكمة آنذاك أن تنفذ لهم ما أرابهم وتباشر القتال فلذلك أنتم سمعتم قول الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. فمنة من الله أن تحصل على مرادك دون أن يكون هناك قتال. فهذه المسألة ينبغي أن نتفطن لها أيها الإخوة. فدول كأوروبا الكافرة أو أمريكا الكافرة أو روسيا الكافرة قد تريد من بعض المسلمين أن يفعلوا فيها مشاكل، وتسعد أنت لأول وهلة أن لواء أمريكي أبيد، قد تسعد، لكن هم يرغبون في ذلك لأنك إذا فعلت ذلك وجدوا مسوغا لإبادة بدلا من اللواء الذي أبيد 100 لواء مسلم وقضوا على دعوة الإسلام ودين الإسلام. فلذا قد تفتعل الاستخبارات في عدد من دول الكفر مشاكل لإلحاق الأذى بأهل الإسلام لإبادتهم وأنت لا تشعر. أنت تحكم على الحدث لأول وهلة وتسعد وتنتشي لأول وهلة وهو يحمل لك الدمار فسيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام تعلمنا وتبصرنا بإذن الله تبارك وتعالى. أعود قائلا مجيبا على الأسئلة: هل يجوز قول القائل عند الصلاة على الجنازة سنصلي على روح من أرواح المسلمين؟ روح من أرواح المسلمين ما ورد هذا. بعدين تصلي على المسلم، صلوا على أخيكم، ليس هناك صلوا على روح أخيكم إنما صلوا على أخيكم. هل المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين في الحج والعمرة على السواء؟ نعم، ولكن يمكنها أن تنزل سدلا خفيفا على الوجه كما فعلت أسماء. رجل طلق زوجته تطليقة رجعية، السؤال عندك يا عبد الناصر. رجل طلق امرأته تطليقة رجعية، تعرف تطليقة رجعية؟ يعني الطلاق على 3 أنحاء على 3 صور: تطليقة رجعية، تطليق هناك بعد التطليقة الرجعية تطليقة بائنة بينونة صغرى، تطليقة بانت مع المرأة بينونة كبرى. فالتطليقة الرجعية للمرأة المتزوجة المدخول بها إذا كانت أول تطليقة أو ثاني تطليقة. فإذا قال الرجل لزوجته التي دخل بها: أنت طالق لأول مرة فهذه تطليقة رجعية، يحل له دون أن يستأذنها أن يراجعها ما دامت في مدة العدة التي هي 3 حيضات. إذا انتهت العدة ولم يراجعها تكون بانت،
بينونة اسمها بينونة صغرى، يعني إذا أراد أن يرجع إليها يرجع، لكن بموافقتها وعقد جديد وصداق شديد وولي وشهود. كذلك إذا طلقها التطليقة الثانية نفس الحكم، فهناك بينونة صغرى إذا انتهت العدة. إذا طلقها التطليقة الثالثة تكون البينونة بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولكنها تعتد قبل الزواج لإثبات براءة الرحم والامتثال أمر الله. هذا شيء. هناك رجل طلق امرأته قبل الدخول بها عاقد وقال أنت طالق، تكون بينونة صغرى لا يحل له أن يراجعها إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. واضح؟ عرفت الفارق بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى والمطلقة قبل المسيس والتطليقة الرجعية؟ فالمأذون في بلادنا يكتب إذا ذهب إليه الرجل، في الغالب إذا جاءوا متراضين يقول فلان الفلاني طلقت زوجتي تطليقة واحدة بائنة. فكلمة البائنة معناه لا يصلح أن الزوج يخرج ويقول لها إيه أنا راجعتك، لأن البينونة هذه تستلزم مراجعة عقد جديد وولي وشهود وموافقتها، وإلا لعذب الرجال النساء. يذهب للمأذون يقول أنا طلقتك، وتمضي له على الإبراء وبعد ذلك يقول لها راجعتك ويتركها معلقة. فالمأذون يحترز ويقول تطليقة واحدة بإن بمثابة الخلع. فهمت يا أحمد؟ الله لا يبتليك، يزوجك ربنا ولا يبتليك يا رب. نعم. ما هو المأذون لا يجبرك، أنت الذي ستذهب إليه. ففي هذه الحال لا يستطيع أن يكتب المأذون على الإبراء إلا إذا جاءت المرأة ووقعت، وإلا إذا لم تأتي المرأة أقول لك أن ما أكتب أبرأتك. إذا قلت عفوا، إذا أنت قلت تطليقة واحدة بائنة خلاص، لكن ترجع عليك المرأة بكل توابع الطلاق، سترفع عليك قضية تطالبك فيها بالنفقة، تطالبك فيها بالعدة، تطالبك فيها بالحضانة، تطالبك فيها بالمسكن، تطالبك فيها بقائمة العفش، يعني بيتك تخرب. فلازم تسمع الكلام وتروح تنظر إليها ماذا تريدين. أن القضاء الآن في مصر في صف المرأة في الغالب، يعني حاسب على نفسك شوي. السؤال ما طرح يا عبد الناصر، رجل طلق امرأته تطليقة واحدة رجعية وهي في زمن العدة، ثم مات فمات في العدة. اسكت يا محمد عنتر بن شداد، هل ترث أو لا ترث؟ ترث في العدة، ترث وتورث، يعني إذا طلقها وهي في العدة ومات وهي في العدة هي ما زالت زوجة، ترث هو يرثها. ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا ما يدخر له من العذاب يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. سنده صحيح، لكن ذكر له بعض العلماء علة فليراجع. الذين يذهبون لخدمة الحجاج هل لهم أن يرموا العقبة بعد منتصف الليل ليلة العيد؟ لهم ذلك لأنهم ملزمون بالعمل. ماذا عن أهل مكة، هل يلزمهم أن يحرموا من الميقات؟ هناك روايتان، الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى أهل مكة يهلون من مكة، والثانية
أن النبي أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم، إلى التنعيم، لكن أجابوا أن عائشة كانت آفاقية، ليست من أهل مكة، كانت مدنية. فالجمهور يفصلون، يقولون العمرة يخرج إليها الشخص المكي إلى الميقات، لأن عائشة خرجت الميقات والحج من بيته. رجل وضع ماله في البنك خشية السرقة، هل له أن يأخذ فائدة هذه الأموال ويتصدق بها كي لا يستفيد البنك؟ يجوز. ما حكم قتل المرتد؟ قتل المرتد، قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقول أخوكم الشيء بالشيء يذكر إعدام المجاهد بطل ليبيا عمر المختار رضي الله عنه، لم يعبأ بذلك عند شنقه، الله يرحمه رحمة واسعة. مسلم قتله الإيطاليون الكفرة. ذكر بعض أهل التاريخ أن الذي طلب أن يصلي ركعتين وتجاوز فيها هو عدي بن حجر في عهد معاوية، ثابت حديث خبيب ثابت بارك الله فيك، ولا يمنع أن يكون الآخر، لكن الثابت حديث خبيب. شاب حاصل على ليسنس الحقوق منذ 7 سنين، عرضت عليه وظيفة ويدفع رشوة، لا يدفع الرشوة، هل الأب أن يهجر ولده البالغ بعد وعظه وكلامه بالحسنى لأن الولد يتكلم مع والديه بألفاظ لا تليق؟ نعم له ذلك. بعد وفاة زوجي أخذت أم زوجي أمواله ولم تعطي لأولاده أي شيء ولا لزوجته بحجة أنها أموال ابنها، فاضطرت الزوجة أن تقول إنه كان مديون بمبلغ لأحد الأقارب، فقامت أم الزوج بدفع المبلغ للشخص وأعطته للزوجة كي تعمل به مشروع لأبنائها، هل هذا يجوز؟ فهمين الكلام؟ احتالت لأخذ حقها، مات الزوج فلزوجته حق ولأبنائه حق ولأمه السدس، فالأم قالت: من تأخذين حاجة؟ هذه فلوس أو ابني؟ يا ولدنا لي السدس، لي الثمن، وأولادي للذكر مثل حظ الأنثيين، وخذ السدس أنت. قالت: لا، ما لكم شيء، أموال ابني وأنت حرامية. البنت الزوجة احتالت، قالت لها: زوجي كان مديونا ب100,000 لزيد من الناس، واتفقت مع زيد، ذهب زيد قال لها: نعم، كان ابنك عنده لي 100,000. قالت: خذ 100,000. أخذتهم الزوجة من جزء من حقها، يجوز أو لا يجوز؟ هذه هي تزعلان لي، تسيب حماتها تخرب بيتها ولا ها؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. فهي أنقذت حماتها من أكل أموال اليتامى ظلما، هذه تسمى مسألة الظفر. هل ثبت أن جبريل أتى النبي لما طلق حفصة قال: راجع فإنها صوام قوامة؟ هذا الخبر لا يثبت. يقول: أحد الناس اشترى غرفة نوم بالتقسيط وكان القسط 3,500 جنيه، دفع 3,000 وبقيت 500 لم تدفع، فجلس 4 أشهر، فذهب للنجار قال: باقي عليك. يقول إيه؟ باقي عليك 750 جنيه، يعني زود 250 مقابل تخلف عن ست. حرام طبعا، لا ربا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.